فقرتنا الطبية اليوم مميزة لأنه مرتبطة بشهر رمضان المبارك، إن شاء الله بينعاد عليكم بالخير والصحة. رح نحكي اليوم طبعا عن الصيام بالنسبة لمرضى السكري، شو الإجراءات المفروض اللي تكون، هل يصح لهم الصيام أو لا، والإحصائيات المرتبطة بهالمرض مع الدكتور زياد زودة الاستشاري بأمراض الغدد الصم والسكري. يسعد صباحك وكل عام وأنت صباحك بخير. يا زينب، وصباح كل المشاهدين، ورمضان كريم على الجميع. يا رمضان رب. كريم عليك. صباحك خير دكتور وكل عام وانت بخير. سعد لي صباحك. صباحك، يعني شهر رمضان المبارك على الابواب، ما خلص صار بكره، ما عاد يعني قرب كثير. فمجموعه دائما نحن هيك ببدايه حديثنا بنتوجه فيها لجميع المقبلين على الصيام، وخاصه اللي بيعانوا من مرض وهن لا بدهم يصوموا. سالي، نحن عنا نوعين من السكري، عنا سكري اللي عند الأطفال وعند اليفعان. نعم. اللي بتعالجوا بالإنسولين، وحتى وقت يكبروا رح يضلوا يتعالجوا بالإنسولين. يعني في كمان اعتقاد خاطئ وشائع إنه أنا ابني بس يكبر يصير بالغ بصير بياخد حبوب فموية. أكيد لا، يلي بيكون عنده سكري هو طفل رح يضل معه سكري مدى الحياة، هي كتير بدنا. وعنا السكري اللي بيجي على الكبر وبياخد حبوب فموية. هلأ بدي يقولوا لكل مشاهدينا إنه نحنا وقت يكون عندنا سكري حتى على الحبوب الفموية بيوصل لوقت انه حتى ما تأدي. بدي اشرح شوي لمشاهدينا. نحن عندنا الحبوب هي وظيفتها، عندنا سفنجة فيها كمية مي معينة، الحبوب وظيفتها تعصر السفنجة. اذا السفنجة نشفت معناتها نحن الحبوب الفموية ما عاد لها دور انه ناخذ انسولين. هون اللي عم ياخذ انسولين ما بيقدر يصوم، وحتى لو كان عنده سكري اجى على الكبر وعم ياخذ انسولين لانه صار الحبوب الفمويه غير كافيه وضفنا له انسولين. رب العالمين ما بيدعونا للتهلكه. الصيام مو بس انه نحن نمتنع عن الطعام من صحيح. الفجر للمغرب. الصيام هو محبه، الصيام هو نطعمي فقير محتاج، الصيام هو نعامل بعضنا ب حنان، هذا الصيام. الامور الثانيه، في ناس سالي بيقلبوا ليل ونهار ونهار وليل، وكثير بعرفهم ببرمجوا حالهم بيفيقوا على المغرب بضلوا سهرانين كل الليل وبعدين بيناموا كل النهار. هن عم يقضوا برايهم عم يقوموا بفريضه الصلاه الصيام. هي ما نو الصيام، يعني هي بدنا نوجهه لمشاهدينا. دائما طبيبنا هو الاجدر انه يعرف اذا نحن قادرين على الصيام ولا غير قادرين. انا بدي اوجه تحيه كثير كبيره لمريض اجاني اول امبارح على العياده نهار السبت. نعم. يوسف، بدي اقول اسمه وبكل محبه لانه انسان محب جدا. اجى لعندي على العياده وانا كثير عندي ضغط شغل بهالكام يوم، انا مسافر بالشهر الفضيل كله على فرنسا، بدي غيب 5 اسابيع. ترجع بالسلامة. خلي لي اياكم يا رب، وانا بكبر بكل سوري وبكل العالم، عندي ضغط كثير كبير بالعياده، اجى وانتظر كثير، بعدين فات على العياده، دكتور انا مريضك من زمان وانا عم باخذ انسولين بس انا بدي صوم. قلت له يوسف انت ما بتقدر تصوم. قال لي ليش ما بقدر صوم؟ قلت له لانه عم تاخذ انسولين. قال لي انا كنت اخذ بالاول حبوب فمويه. قلت له بس ما عاد عندنا كميه انسولين كافيه بالبنكرياس، عم نعطيك انسولين، واذا اخذت انسولين هلا وصمت بصير معك هبوط سكر، وهبوط السكر مؤذي جدا للخلايا العصبية وغير عكوس. شو يعني غير عكوس؟ الخلايا العصبية خلايا نبيلة، يعني نحن إذا صار أذية معينة وصلحنا هبوط السكر رح تضل الأذية موجودة. بقى نحن خوفا ولا يعني ما تعرضوا حالكم للتهلكة. يعني رب العالمين دائما هو معنا. شو صار؟ إنه هو مصر يصوم. قال لي أنا بدي صوم. شو ما صار يصير. قلت له يا يوسف انا بحبكم كثير يعني بمحبتي لكم بدي اترجاك انه ما تصوم مشان صحتك وعافيتك. قال لي انا مصر انه صوم. جاوبته انا بعدين بعتذر انه اكثر من هيك ما بقدر. يعني بعت لي فويس سمعته للاستاذ رامي بداوي قبل شوي، وبتمنى لو هالفويس بقدر سمعه لكل مشاهد مضمونه بكل محبه. رجع هو فكر وقال لي دكتور انت على حق وانا مثل ما انت بتقلي رح ساوي.
يعني شغله كثير مهمه انه نحن دائما طبيبنا هو الاجدر يقلنا اذا انا بدي بقدر صوم ولا ما بقدر صوم. نعم. كمان خلينا نحكي دكتور عن الحالات اللي عم تراجعك بالعياده المتعلقه بالغدد الصم، خلينا نحكي عنها شوي كمان، الحالات اللي عم تجي اكثر شيء وهل كمان فيهم يصوموا او لا؟ في عنا كثير من الامور زينب لازم نحكي عنها، مثلا اللي عنده قصور بالغده الدرقيه بدهم ياخذوا الحبه بالايام العاديه على الريق بس يفيقوا من النوم، هلا بيقولوا بالشهر الفضيل ايمتى لازم ناخذها؟ على السحور. لا لا بدنا ناخذها عند الافطار، لقول لك نحن زينب بنكون عطشانين اكثر ما نحن جوعانين. صحيح. بناخذها نحن بالايام العاديه بناخذها على الريق وننتظر نص ساعه لحتى نفطر. بالشهر الفضيل كافي ربع ساعه نشرب مي وبنقضي بنعمل نقوم بفريضه الصلاه بهالربع ساعه، وبالتالي بنقدر بعد ربع ساعه نفطر بتكون افضل بكثير ما ناخذها على السحور. تمام. وامورنا بتكون بالف خير. الشغله الثانيه اللي بدي اقولها انه نحن في عنا جائحه كثير كبيره هلا اكبر بكثير بكثير ما بتصورها. بالسلامه بهي القصه اكيد، لا بدنا نسمع تجربتك مع هالجائحه وكيف انتصرت عليها. الحمد لله على سلامتك. الله يخلي لي اياكم. نحن وقت يصير عنا سكر، يعني معنا سكري ويصير معنا نصاب بالكوفيد 19 بالكوفيد 19 لازم نوقف الحبوب الفمويه غالبا، وخاصة الميتفورمين، وخاصة الأدوية المعتمدة على الأمباغليفلوزين، لأنه زينب بصير أول شيء بتنقص شهيتنا. اللي بصير معه كورونا سأل مجرب ولا تسأل حكيم، كيف إذا كان المجرب هو حكيم؟ صحيح شهيتي انعدمت على الأخير، شفت الموت بعيوني، أنا ما معي سكري ما معي شيء، وحياة الله كان في شعرة بين الموت وبين ما معي انا لا سكري ولا بتناول ايده ولا معي ضغط ولا شيء، بس كانت الاصابه عندي شديده جدا جدا، شهيتي انقطعت، الميتفورمين بيقطع الشهيه. عند احنا مو يعني عند الانسان يلي عنده سكري بنعطيه مشان لما يكون عنده شهيته مفتوحه زياده، ايه الميتفورمين يساعده انه يخفف من شهيته، بس اذا انصاب بالكوفيد 19 شهيته بتنقطع، بقى بدنا نوقف الميتفورمين، بدنا نوقف الادويه اللي بتعتمد يلي بتنزل السكر بالبول تركيبها امباغليفلوزين ودابغليفلوزين، ما عم بقول انا اسماء تجاريه، عم بقول اسماء علميه. نعم. الاطباء كلها والصيادله اللي عم يسمعونا وكل مشاهدينا بيعرفوها، لازم تتوقف كمان وقت يصير اذا انصبنا بالكوفيد 19. في عنا ادويه مثل الدياميكرون، مثل يلي بتخلي انه البنكرياس او مثل اليونيكرون او مثل الجليكلازايد. نعم. يعني ما بيقول اسماء اللي هي بتحرض البنكرياس على الافراز، تحصل للسفنجة اللي كنا عم نحكي عليها، هي ما في مانع نستمر باخذها على شرط نراقب السكر، اذا عم يطلع السكر مع هي الادويه الجليكلازايد او لحالها معناتها بدنا نحن نعطي انسولين خلال الفتره المصابين فيها بالكوفيد 19، بس يتعافى اللي معه الكوفيد 19 بيقدر يرجع للانسولين. الشيء اللي احنا بيقولنا اياه كل يوم انه انا بلكي اخذته وتعودت عليه للانسولين، انا بدي اخذه هلا، بقول لهم دائما الحامل هي المثال الفيزيولوجي اليومي قدامنا، انه هي كانت عم تاخذ حبوب فمويه بس صار في عندها حمل، الانسولين هو الدواء الامن الوحيد اثناء الحمل للجنين وللحامل، بنعطيه خلال فتره الحمل كله، بتولد اذا ما بدها ترضع لانه اذا بترضع وتاخذ حبوب فمويه كمان الحبوب ما فيها تاخذها، اذا ما بدها تعمل ارضاع نرجع على الحبوب الفمويه، معناتها ما في شيء اسمه اعتياد على الانسولين. نعم. هي شغله كثير مهمه. نعم. يعني الحمد لله على السلامه مره ثانيه دكتور زياد، ويمكن حكيت نقطه كثير مهمه انه نحن لازم نكون نقدر ناكل بفتره المرض يمكن مشان نقوي جهازنا المناعي. صحيح. وهلا نحن كمان مقبلين على شهر رمضان، ومثل ما ذكرت نقطه مهمه، الصيام هو دائما راحة للسليم كامل، ولكن يلي بيعاني من أمراض فهو لا، مثل ما بتقول أنه ممكن يسبب له أعراض تانية. خلينا نحكي أيضا عن النساء اللي أيضا حوامل وعندهم هيك شوي تخربطات في السكر، كمان شو بتنصحهم به هذا الشهر؟ هلا كتير مهم نحن سالي، ما بنقدر يعني كل مريض مفصل تفصيل الدواء عليه، يعني ما في شيء بنقدر نعطيه لكل العالم نفس الشيء،
لازم يعني نحن الشهر الفضيل بكره اذا الله راد، بس انا بقول انه بيتواصل مع طبيبنا ضروري ويقول لنا هو اذا بيقدر نقدر نصوم ولا لا، نعرف نحن شو عم ناخذ أدوية وغذاء. وكمان كتير مهم يكون سكرنا مضبوط قبل الشهر الفضيل طبعاً. نقول سكر مضبوط هو يكون السكر على الريق تحت 120 ميلي جرام، بعد الطعام بساعتين تحت 160 ميلي جرام، ومخزون السكر بالدم اللي هو السكر التراكمي تحت 7%. بتكون هالشروط الثلاثة محققة نعم حتى نقدر أكيد أكيد نصوم نعم. بس طبيبنا هو الأجدر يجاوبنا عن كل حالة إذا بنقدر نصوم ولا لا. نعم دكتور، خلينا نحكي تجربتك مع كورونا، ان شاء الله بتنذكر وما بتنعاد مثل ما بيقولوا. كيف داويت حالك؟ شو هي الطريقه الصحيحه اللي قدرت تتغلب فيها على هالمرض؟ يلي صار انه انا بديت معي بتعب ووهن وارتفاع حراره، بس دغري نحن بالجائحه بنفكر يعني علاج، بنفكر شو معي انا. عملت تحاليل. هلا التحليل مو البي سي ار بدنا نسويه هون، بدنا نعمل الاضداد. والاضداد اللي بترتفع زينب هي اول شيء الاي جي ام، بتقلنا انه الجسم عم يتعرف انه في فيروس. بعدين بس يطيب في اضداد ثانيه اسمها الاي جي جي، هي اللي بترتفع بتقلنا انه تعافينا. عملت الاي جي ام طلعت بوزيتيف معي كورونا. طبعا حجرت حالي تطلع مرتفعه دغري. تطلع مرتفعه سالي، حجرت حالي دغري طبعا، ما عاد رحت على عيادتي. انا زوجتي واولادي مسافرين بفرنسا، عندي بنتي ساره. ساره بنتي بتحب كثير سوريا، وهي كانت عايشه مع امها واخواتها، بس حبت انه تجي على سوريا، بتحب سوريا كثير 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 مثل ابوها، رغم انه يعني معها جنسيه فرنسيه وصح لها كثير عروض هونيك، بس حبت ساره تجي تشتغل هون وتكون معي. وانا بقول بشكر رب العالمين انه بنتي كانت معي. تصوروا انه انا لو لحالي بالبيت، ساره تحملت حمل خلال مرضي ما مثل الجبل. يعني انا شو بقد ما قلت لساره، مو لانه بنتي، انا وجه لها تحيه لساره. ساره انسانه، مو انا قد ما قلت، انا عم بحكي كبي لانه ساره تحملت. سالي كانت تشوفني بالليل تعبان كثير تقول لي بابا الله يخليك انا بدي اياك ما تروح، خليك معي. حملت ساره بشكل كثير اكيد هيدي المحبه. ونحن كمان نحن غاليه، يعني دموعك غاليه، لانه دائما بالمرض الانسان قد ما كان، ان كان اب او كان اخ، ممكن يقدر هي صله، هي صله المحبه. زينب ساره، ساره تحملت، يعني تحملت شيء كثير كثير كثير، شيء رهيب تحملته. بس بعدين الحمد لله تجاوزت. هلا لحسن حظي انه بيت عمي كثير ساكنين قريب من بيتي، كانت مرت عمي بشكل يومي تطبخ طبخه، مع انه انا كنت ما اقدر اشوف الاكل. شو ركزت فيتامين اكثر شيء؟ ما اخذت اي فيتامين، ما اخذت لا زنك ولا اخذت صاد حيوي. هلا بدي احكي شوي صغيره عن مهمه كثير الصادات الحيويه. بناخذ ازيتروميسين، وبناخذ زنك، وبناخذ فيتامين د، وبناخذ يعني فيتامين سي. ليس لهذه الأدوية أي قيمة علاجية أبداً. نحن بدنا نعرف أنه في بقلب الأمعاء فلورا معوية، والفلورا المعوية كتير مهمة حتى هي تدافع عن جسمنا. بس ناخد صاد حيوي، أي صاد حيوي، نحن عم نقتل الفلورا المعوية تبعنا. ما عم الفيروس ما له صاد يقتله. احنا اذا رشحنا او قربنا غير الكوفيد 19 في صاد حيوي بيروح القريب، معناتها نحن عم نقتل. واكثريه مشاهدينا انه بس يمرضوا يرشحوا شوي بروح بيشتري علبه اوغمانتين او مدري شو باخذها 100%. كثير غلط سالي، كثير غلط زينب، كثير غلط. بتمنى من كل مشاهدينا ما ياخذوا صاد حيوي. قتلنا الفلورا المعويه اللي هي بتدافع عنا. انا شو عملت؟ الشغله الوحيده اللي اخذتها اثناء مرضي هو لأن موجود بشكل صيدلاني، أخذت الدواء اللي هو موجود بشكل، هو الفلورا المعوية موجود بشكل مستورد اسمه بيو كالت. أنا ما عم بعمل دعاية، ما موجود غيره، بدنا ناخذ منه. إيه ناخذ، لازم كلنا ناخذ منه. أنا بشكل يومي قبل المرض حتى باخذ بيو كالت حبتين بالنهار. ما له دواء، لا بيفتح الشهية ولا بيصد الشهية ولا شيء، بس بيساعد إنه بيزيد الفلورا المعوية. ما له تأثير على جنبية أبدا، ما له دواء هو. سالي نحن نظامنا الغذائي المتوازن والرياضة
قد ما كنا متوازي يعني متصالحين مع حالنا نفسيا، قد ما الفلورا المعويه تبعنا بتتحسن. وبدي بيجي بالدرجه الرابعه البيوكالت. بيوكالت مستورد من انجلترا، شركه محترمه واستيراد نظامي. في العلبه فيها 30 حبه، ناخذ حبه صباحا حبه مساء بشكل. هلا انا وقت الكوفيد 19 كنت اخذ 6 حبات بالنهار، وبعدني عم باخذ 6 حبات مع انه طبت والاي جي جي ارتفع كثير الحمد بس لله. حتى مناعتي تقوى الحمد لله. نعم، يعني مثل ما قلت دكتور، اهم شيء انه يكون في حاله نفسيه مستقره، الاحبه بالعائله متواجدين مع المريض بحال انصاب، اضافه للغذاء المتوازن وما كثير يخبص بالادويه من راسه أكيد. او قيل عن ناقل. طبعاً. ودائما مثل ما قلت انت وتاثرت بعلاقه بنتك اثناء المرض، بنقول لكل حدا حتى عن جد ما يوصل لهي المرحله، نعم، انتبهوا على اهاليكم، انتبهوا على حالكم، لانه ما في اصعب من فقد الاحبه. كثير مهم وسائل يعني نحن لازم اجتماعيا نتباعد، مو وقت هلا نحن نحضن بعضنا ونبوس بعضنا. المحبه هي انه نحن نفكر بعائلنا. اكيد. مو انا امسك وحوش وبوس. انا من يومين ثلاثه كنت بمطعم في عرس، ما راح اذكر اسم المطعم، ما دخلوا المطعم، صاروا يبوسوا بعضهم ويعانقوا بعضهم كلهم. يا جماعه نحن في جائحه كبيره، صحيح، خطر كبير. المحبه مو نحن نبوس بعضنا، نحط الكمامه، هي شغله كثير مهمه. عن جد دكتور اللي عاش التجربه عشتها وحضرتك عشتها، سالي انا من النوع اللي كثير انا بتضايق بس حدا عم ببوس حدا هلا بتضايق عن جد. سالي انا حتى قبل ما انصاب انا انسان كثير يعني بنتبه لهالموضوع. نحن مثلا المصاري ناقله كثير للعدوى كله. بدي اجيب انا مثلا بحب البيتزا، هي الفطيره بالبيتزا، اعطيته مصاري، اخذ المصاري بده يعطيني هو البيت تبع اللي هي، قلت له بعتذر انا ما خلي المصاري معك، انا ما عاد اخذها للهي. قال لي ليش استاذ؟ قلت له انا لازم يكون في واحد على الصندوق بيستلم المصاري 100%، واحد الثاني بيعطي، يعني المصاري ناقله للعدوى. شو بدنا نحن بدنا نكوي المصاري بدنا نبخر؟ ما بتزبط يعني. بكل بلدان العالم ما بتعاملوا كثير بالمصاري، كله بالكريدت كارد. نحن عندنا حصار على بلدنا وما يعني ما بدنا كمان كثير، ان هي كافي نحن نحط واحد على الصندوق يستلم المصاري، واحد بالجهه الثانيه يقدم، نحط كفوف حتى نقدم مثلا قطعه الجاتو، ما نمسك بايدنا. هي ابسط الحالات، نغسل ايدينا بالمي والصابون، صحيح، يعني ما في كثير امور اضعف الايمان، اضعف الايمان حتى نحن نحمي حالنا ونحمي اللي حوالينا. صحيح. نعم، يعني دكتور اليوم فقرتنا مميزة مو بس طبيا وأيضا عن تجربتك وإنسانيا. نوجه تحية لبنتك ولعائلتك كلها، نحن أطبائنا سندنا وهن هلأ الخط الدفاع الأول عنا، نحن ما بنتمنى أي حدا يصيبه شيء، وخاصة أطبائنا اللي هن لسه وضعهم حرج أكثر كونهم هن عم يشوفوا حالات كتير كبيرة. بنتشكرك دكتور زياد على وجودك معنا، نورت صباحنا لليوم، وأهلا وسهلا فيك. سالي بتعرفي قديش أنتي يعني بالذات انا زينب، بس انت عم تتابعيني حتى وقت تكون على الراديو، على الراديو يعني فقرتي ما بسمع غيرك. الارابيسك عندي كل اربعه، هلا رح توقف البرنامج لانه بدي انا سافر على فرنسا. هلا نقول لمشاهدينك انا رح توقف هلا فتره، بدي غيب انا 5 اسابيع تماما عن الاذاعه، وبدي غيب بس انا كثير بنبسط انه اعلاميه مهمه، وحتى زينب هلا يمكن تاخذ على خاطره شوي. لا زينب ما عم بتتابعني، بتمنى من كل مشاهدينا انا لانه برنامجي الاذاعي هو برنامج توعوي، وبحاول هيك ادخل فيه شويه اغاني، انا بختار الاغاني وانا هيك، وانا بفتخر انه بيقولوا لي انت اعلامي. انا طبيب ماني اعلامي، بس عندي يمكن اسلوب معين بطريقه توصيل المعلومه للمشاهد. نعم. أنا احنا بنتابعك من خلال منبرنا كمان، منبر الاخباريه. هذا بشرف لي، ضيف شرف دائم إلي. دكتور شرف إلي. لنا زينب أكيد. انا شرف لي يكون معكم بالاخباريه صدقيني، وانا بيعرف الاستاذ رامي بداوي، بس قال لي، قلت له دائما شرف لي انا اكون بالاخباريه لانه محطه فعلا مميزه. انت مميز دكتور، خلي اكيد بنتمنى لك هيك ايام مباركه وشهر رمضان مبارك، ينعاد عليك بالخير والصحه اهم شيء لك ولعائلتك. بدنا نشكرك على كل المعلومات، ودائما بنقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. أيوة. يا سالي مزبوط. يعني المريض يقدر يتابع حالته، واكيد الصيام هي صيام الروح والقلب اكثر من انه صيام فقط عن الطعام والشراب مثل ما بيقولوا. هلا بس بدي اقول انا كلمه صغيره، انه بدي اتمنى رمضان كريم وعيد فطر سعيد لكل مشاهدينا من هلا، لانه انا بكون بعيد الفطر ماني هون لسه، ان شاء الله هيك الصيام مقبول. نعم. وكل مشاهدينا يكونوا بالف خير من ضمن وصحه وعافيه.